next is failure number 45 اللي بعدها المرة رقم 45. Next. Next filly number 49, مرة رقم 49. Next. المرة التالية رقم 61. Next qualified filly number 61. المهرة التالية رقم 65. Next is number 65. Next filly, and it will be the last qualified filly, 68. آخر المهرات المؤهلة رقم 68. إذن أعزائنا أن تجتمع المهرات مرة أخرى إلى أرض الميدان، 6 مهرات في هذه البطولة. Let's have all the qualified fillies, junior fillies back to the arena. Number 44, 45, 49, 61, 65 and 68. 6 مهرات تأهلت لبطولة المهرات بعمر 2 و3 سنوات، تحمل الأرقام التالية 44 45 49 61 65 68. وكما هو الحال في البطولات التي سبقت هذه البطولة، هي بطولة مفتوحة. يتم الآن بعد دخول كل المهرات، الحكام يقومون
بتحديد اختياراته والترشيح. ترشيحها أن تكون ذهبية معناتها 4 أصوات، فضية صوتين، والبرونزية صوت واحد، وتكون البطلة الذهبية هي التي حصدت أكبر عدد من الأصوات أن تكون بطلة ذهبية من قبل الحكام. أتمنى التوفيق لهذه المهارات الجميلة والحظ الطيب للملاك والعارضين. As you all already know, this is an open championship, so all those fillies have the same chance, depending on the choices of the judges. Each judge will do his preferences, nominating the filly as gold, will give this filly directly 4 votes. 2 if it was chosen as silver, 1 for the bronze. The most gold voted filly by the judges will be the gold champion. I leave you now to enjoy this beauty. نترككم ونستمتع مع بعض بجمال هذه المهرات. We'll be right back.
This program is offered by بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد احتساب النتائج لبطولة المهرات بعمر 2 و3 سنوات، نعلن البطلة البرونزية. البطلة البرونزية هي مهرة من بين المهرات. نبارك فيها لمربط العرب كتارا بي كي، مهرة برونزية، بطلة برونزية. 49 is the bronze champion of junior field championship in the final day of Prince Sultan bin Abdulaziz International Arabian Horse Festival. كتارا بطلة برونزية، bronze champion.
ومن البرونز ننتقل إلى الفضة، المهرة التي حصلت على لقب البطلة الفضية في ختام مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي في بطولة المهرات عام 2024. هي المهرة رقم 65 دي سانيان، 65 دي سانيان سيلفر تشامبيون. مبروك لمربط أكمل وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود الفضة، 65 دي سانيان سيلفر تشامبيون. أعلن البرونز والفضة. الذهب أعزائنا يبقى في المملكة العربية السعودية وأصبح من نصيب مربط أجمل، والمهرة رقم 45 شهبريز HVB مربط أجمل. مبروك للأستاذ تركي العثمان Gold Champion for Kingdom of Saudi Arabia أجمل استاد فيلي نمبر 45 شهبريز جولد تشامبيون. ألف ألف مبروك للبطلات والملاك، يتفضلون إلى أرض الميدان لنستعد لمراسم التتويج. وسوف يتفضل مشكورا المشرف العام لمهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان إلى أرض الميدان مع جزيل الشكر لنتوج البطلات. التهنئة الآن للبطلة شهبريز، مبروك لمربط أجمل وسات تركي العثمان. وكما تعودنا أعزائي نحتفل جميعا ونحيي السلام للدولة الفائزة طبعا المملكة العربية السعودية. Ladies and gentlemen, let's celebrate by asking you kindly to stand for the national anthem of the winning nation, Kingdom of Saudi Arabia. مبروك الذهب لهذه المهرة ومربط أجمل والأستاذ تركي العثمان. That was the gold champion Shahbreeze by Royal Asad out of Rebika. أجمل استاد. وإلى الفضة مبروك للمهرة رقم 65 التي حصلت على لقب الفضة دي سانيان. مبروك لمربط أكمل ونهنئ صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود. Silver champion number 65 Di Sanyan by Vortex Caliste out of Di Saniya
for أكمل study. ونهنئ البطلة البرونزية رقم 49 كاتارا بيكي، مبروك لمؤسسة مربط العرب التجارية ومربط العرب. برونز تشامبيون فيلي نمبر 49 كاتارا بيكي باي اي كي اس فراج اوت اوف شلفة المعود اوند باي العرب استاد. مبروكين جميعا، وكل الشكر والتقدير اعزائنا للمشرف العام لمهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي. شكرا لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان. كانت هذه بطولة المهرات بعمر 2 إلى 3 سنوات. نتوقف الآن باقتراب أذان المغرب ونستعد للصلاة. تقبل الله من الجميع على أن نعود في تمام الساعة 55 دقيقة مع بطولة الأمهار بعمر 2 و3 سنوات. Congratulations to all the champions. As it's almost prayer time, we will be breaking now, and we will be back at 5:50 with the next championship.